ال 11 متاع الصباح صباح الانوار لكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا على 91.2 صفاقس على 93.5 في تونس الكبرى على ستريمينغ ديون اف ام بوان نت واللي قاعدين يتابعوا في لي لايف على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. نهاركم اسعد الايام ومكملين معاكم في ريكاب ديوان. ريكاب ديوان. خبرنا ثاني متعلق بلطفي العبدلي اللي من جديد يخلق بوليميك بعد تدوينته البارح اللي قال فيها انه هاجر وباش يبيع داره ومطعمه وكرهبته انه الغى جميع عروضه المبرمجة. والاخطر من هذا هو تصريح المنتج محمد بوذينا مع صديقنا سند عمار في برنامج أوستار. هات نسمع التصريح. والله وفات نحن من اعلى عرب السلطه لجميع المسؤولين الادارات في وزاره الداخليه قلنا الحمايه الكامله لطفي العبدلي والفريق نتاعه باش نجموا نخدموا العرض نتاعنا. رجعنا الحمد لله وكفتني اباتير من المومون اللي بدات تصل تهديدات لعائلته وافراد عائلته ولات عائلته خايفه ولات الامور خايبه معنويا على العائله نتاعه. دونك لطفي راى انه من لا مسؤوليه اليوم انه ما يخممش عائلته وما يستحفظش عليها وكل شيء. يعني اليوم اصبح يرى انه العائله مهدده بالخطر. يعني كان زاد هو بركه معنى عائلته زاد مهدده بالقتل مهدده بالخطر تهديدات واضحه اللي وصلت لهم ولا حتى لطفي يقول له راهو عائلتك هاي في البلاصه الفلانيه وعائلتك في البلاصه الفلانيه. قال انا باش هكا نولي لا مسؤول نولي نخمم كان في روحي ونخمم كان في الخدمه ونخمم كان في زعما البطولات والزعامات. قال لي مع عائلتي ما عادش نخمم في حد شيء. من هوني نستغرب محمد على خاطر شفنا بعد العرض الاخير اللي عملوا في قرقنا كانت الامور مريقله بعد ذي الوعود اللي جات من وزاره الداخليه شنو اللي تبدل؟ ليه بالنسبه للموضوع هذاك راهو امنين كنا مامنين وكانت وزاره الداخليه موفرت لنا جميع ظروف العمل وكنا اما زاد انك اليوم راهو نحب ولا نكره رانا مسرحيه ما نجموش زاد نكونوا ذهنيا زاد لاباس كي نتحركوا بالامن هذاك الكل. اليوم شنو نعملوا مسرحيه؟ راهو كي تجي تشوف الموضوع شوف موضوع رانا نحن نعملوا في عرض فني ولا عرض ما نعرفش يحبوا يقولوا عليه على خاطر كل مره واحد يخرج لنا زعما رايه زعما هو سيد العريف يعرف كيفاش يقيم العروض ولا درس. اليوم نحن نقدموا في عرض عنده جمهور فهمتني. اليوم هذاك الامن هذاك الكل والواحد هذاك الكل مش نتاع عرض مسرحي والحق مش نتاع عرض مسرحي. يعني قد ما جيت راهو يحميك قد ما جيت روحك محسس بالخطر. كان انشار زاد لطفي العبدلي في حسابه على موقع الانستغرام فيديو اكد فيه انه قاعد يتعرض لتهديدات جديه من قبل مافيا قانونيه مسلحه. هذا حسب اللي قالوا. اكيد الموضوع هذايا مازال للمتابعه. مكملين معكم مشوارنا بالموسيقى بعد شويه عندكم موعد مع اخر الاخبار الوطنية.